ده اسمه أنجوس، وهو بطل الفيلم. هو بيحب يعوم وبينزل البحر عشان يعوم، وبيغرق وبيبقى خايف جدا من ان هو يغرق. وبعد كده بيكون كل دي تهيؤات. هو بيحب ان هو يلم الصدف، ووالده هو اللي كان علمه الهواية دي. وبينزل يلم الصدف وبيلاقي بيضة كبيرة، فبيستغرب من شكلها. والدته بتنده عليه تقول له يلا نمشي. بيروحوا على البيت، بيقول له اروح اشيل الصدف في البدرون، تقول له طيب ما تتأخرش. وبيروح بياخد الصدف وبيغسل البيضة الكبيرة، بيبقى معاه سكينة وبيقشرها. بيلاحظ ان ليها لون غريب، ومامته بتنده عليه. البيضة بتتحرك بعد ما هو بيمشي، وبيبص على البدروم بيلاقي فيه حركة كبيرة ناحية البيضة. يروح بيلاقي البيضة اتكسرت وحاجة خرجت منها، فبيدور على مصدر الحركة، فبيلاقي كائن غريب، فبيحاول يلطفه، فهو كان بيعضه عشان هو لسه متعودش عليه. وبعد كده بيأكله بطاطس وبيتعود عليه وبيبقوا صحاب. وفجأة بيلاقي كتيبة من الجيش بتيجي عندهم البيت. تنزل والدته بيقول لها احنا معانا اذن ان احنا نخيم هنا. وبيطلع يشوف مكتبة الكتب عشان يقرأ اي حاجة عن الحيوان الجديد، وبيلاقيه بيكسر كل حاجة وجعان جدا. فبيروح عشان يجيب له اكل. الطباخ بيقول له ممنوع ان انت تيجي هنا. بيقول له طب انا هلم الزبالة، ولحسن الحظ بتبقى الزبالة فيها اكل كتير. بيفضل ياكل الحيوان الغريب، وبيدور على اسم ليه وبيسميه كروسو. وبعد كده كروسو بيكون اكل الاكل كله. بيقول له انت محتاج ان انت ميه وتستحمى، فبيدلق عليه ميه، وبيكون بيحب الميه جدا وفرحان بيها كتير. وبعد كده بيجي العامل الجديد اللي هو مسؤول عن نظافة المنزل، وبيكب الميه وبيقلق انجوس على كروسو. بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ بيقول له انا بظبط البيت. بيفضل يدور على كروسو، حصان الحصان الصغير. الكلب بيشم ريحته، بيفضل يطارده بس ما بيقدرش ان هو يمسكه. وبعد كده بيسمع ان اخته بتزعق، فبيقول لها مالك؟ بتقول له ده في وحش في الحوض. بيقول لها ده حيوان اليف وما بيأذيش وما بيعملش اي حاجة، وما تجيبيش السيرة لحد، تمام. وبعد كده بيخش العامل وبيلاقي كروسو، بيخاف منه، بيقول له ده ودود خالص ولطيف وما بيأذيش. وبعد كده تدخل والدته بيقول لها احنا كنا بنعمل السباكة، بتبقى في حفلة في البيت. وبعد كده بينسى الباب مفتوح، فبينزل كروسو. الكلب بيبقى هيهجم عليه وعايز ياكله، وبيهرب من الكلب. والكلب بيطلع على المائدة بتاعت العزومة وبيبهدلها خالص وبيبهدل الدنيا. وبعد كده كروسو بيروح على حوض السمك، بيفضل ياكل السمك كله. بعد كده حجمه بيتضخم بيبقى كبير. بيقول له احنا لازم نوديه المية عشان ما ينفعش يبقى هنا في البيت. بيحاولوا ينزلوا المية ما بيرضاش، بيبقى مش عايز يسيب أنجوس. وبعد كده بيضطروا يرموا اكل عشان يخش جوه البحر. وبعد كده انجوس بيمشي، بيبقى فيه 2 صيادين وبيصيدوا حاجه كبيره. بيقول له ايه اللي انت صيدته ده؟ بيقول له سمكه. قال له لا، ده وحش البحر ولازم نبعد من هنا احسن يموتنا. وبيشدهم وحش البحر. وبعد كده بيضطروا يقطعوا الخيط. وبعد كده والدته بتقول له علم انجوس تبع الجيش وعلمه التدريب. بيفضل يدرب فيه يدرب فيه، وبيبقى هو عايز يروح لكروسو لانه بقاله كذا يوم ما شافوش. وبينتهز الفرصة وبيجري وبيروح ناحية حصان البحر. وبعد كده بينده عليه فما بيلاقوهوش، فبينزل بالقارب. فبيلاحظ ان كروسو حجمه بقي كبير جدا، فبيفضل يفسحه في البحر وبياخده في جولة وبيركبه عليه وبيفسحه في المية. وبعد كده بيرجعوا. الكلب بيشم ريحته بيهجم عليه، فبيقول لكروسو انت لازم تمشي بسرعة قبل ما يقبضوا عليك. وبيبقى فيه 2 صيادين عايزين يصوروا كروسو عشان يتشهروا. بيجي الجيش بياخد انجوس ووالدته واخته، ويفرجهم على المدفعية وعلى الاستعدادات بتاعة محاربة العدو. يقول لهم عندنا مدفع كبير هنضرب سد ودانكو. وبعد كده انجوس بيخاف على كروسو من طلقات المدافع احسن تعوره، وبيحاول ان هو يوقف الضرب بس ما بيقدرش. والمصورين دول بيجيبوا صورة فيك كده مش حقيقية وبينزلوها على صورة انها كروسو. والجنود بتقول احنا لازم نصطاده. بيطلعوا بالمركب بيحاولوا يصطادوا الكروسو، والكلب بيبقى بيساعدهم. وبعد كده كروسو بيهجم عليهم، والبحارة بيبلغوا القائد ان هم بيتعرضوا لإطلاق نار. القائد بيضرب، بيؤمر المدفعية انها تضرب عليهم، تضرب نار على العدو. بتقول لها انجز فين؟ بتقول لها انجز في البحر، فلازم نروح نجيبه.
القائد بيحاول يوقف الضرب لان ما بتكونش فيه عدو ولا حاجة، ده بيبقى فيه حيوان والحيوان ده اليف ما بيأذيش وما بيعملش اي حاجة، بيحاول يوقف الضرب بس اللاسلكي بيبقى عطلان، وتستمر المدفعية في اطلاق النار. وانجوس هو كروسو بيحاولوا يهربوا، وبعد كده بيتفاجئوا ان في شبكة كبيرة، فبيقول لكروسو انت لازم تحاول تنط وتحاول تعدي من الشبكة دي عشان تهرب من اطلاق النار. بيقفز كروسو قفزة كبيرة وبيعدي من الشبكة، وبيبقوا كلهم فرحانين، وكده بيبقى انتهى فيلمنا، ومعيدكم مع فيلم جديد.